بنان هذا المركز ديال التحقن الدم تلبيه النداء اللي هو نداء وطني واللي خص يستجب له جميع كافه افراد المجتمع على مختلف اصنافها واطيافها، لان هذا هو في الحقيقه واجب انساني قبل ما يكون واجب وطني، وصل الجميع اللي قادر طبعا واللي كيشوف راسه في واحد الوضعيه صحيه اللي كتمكنوا انه يعطي الدم ديالو او يساهم بالدم ديالو، فيفترض ان هذا شيء واجب ومحتم وما خصش الانسان يتردد فيه. لهذا انا كندعو الناس كاملين والمجتمع ديال تطوان على وجه الخصوص انهم يجيو للمركز ديال تحقن الدم في مستشفى الثانيه ترمل ويتبرعوا بالدم ديالهم وشكرا. لبنى العجاني رئيسه جمعيه ابتسامه المتبرعين بالدم، اولا كنشكركم على الحضور ديالكم لتغطيه هذا النشاط هذا، وماشي غير التغطيه جيتوا اصلا باش تبرعوا بالدم معنا، وهذه الحمله هذه اليوم في النسخه ديالها الثالثه اللي نظمناها في اطار الخصائص اللي كيعرفوا مركز تحقن الدم بتطوان وخصوصا في الصفائح الدمويه، وهذه الحمله اللي غادي تستمر كل اثنين وخميس طيله ايام رمضان، واللي كنتمنوا من ساكنه تطوان انهم يلبيوا النداء، والحمد لله لحد الساعه انه كاين اقبال كبير على التبرع. اليوم مثلا راه وصلنا ل 74 واحد اللي تسجل وباقيين في البدايه، وكنتمنوا انه باش يكون في الايام المقبله حتى هي اقبال كبير. ومن هذا المنبر كذلك كنجدد نداء ديالي ساكنه تطوان باش يجيو يلتحقوا بنا كل اثنين وخميس قصد التبرع باش نقدروا ننقذوا هذوك الارواح اللي هي في امس الحاجه لقطره دم، اللي للاسف انه هذا الدم هو ماده حيويه ما كتتبع ما كتشرى ما كتصنع. هذه واحد المبادره انسانيه، الهدف منها هو هدف نبيل. المخزون ديال الدم في جسم الانسان هو كيتخلف، ولهذا قلنا جينا نتبرعوا خصوصا في هذه الايام المباركه ديال رمضان. الرساله ديال الناس هو اننا دعوه لكل المواطنين انهم يجيو يتبرعوا، لان قطره من الدم ممكن تنقذ حياه انسان. تحيه لكل اول مره غتجي تتبرع ولا دائما كنجي نتبرع، وكنعتبر ان التبرع صحي لجسم الانسان، لان الدم ديال الانسان كيتخلف وكتحس بواحد الطاقه بواحد الحيويه، وما كاين حتى شي ضرر على جسم الانسان ملي كتبرع. السلام عليكم، انا كشاب اليوم جيت نتبرع بالدم في مركز تحقن الدم بمركز الثانيه درمل، وكان نادي ساكنه تطوان هي تجي تتبرع بالدم. كما كيعرفوا نقطه الدم كتساعد في انقاذ حياه انسان، وبالنسبه اللي بغى يجي يتبرع السلطات المحليه كتسهل العمليه الوصول هنا لتحقن الدم. السلام عليكم. Thank you.